السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين 23 شعبان 1442 هجرية في ضيافة المهندس أنس صيرفي في مكتبه في جدة. اليوم المبارك نهدي أخي أبو صالح المهندس أنس محمد صالح صيرفي، هذا الرجل الحقيقة الذي أكرمنا وجزاه الله خير في وقت عصيب جدا بمكالمة تلفونية، جزاه الله خير تبرع بمساعدتنا في رعاية جزء من برنامج المحاكاة، جزاه الله خير. هذا إهداء بسيط لمقامه الكريم، إن شاء الله تكون مقبولة. الله يسلمك. تتطلع الى مشاركات اخرى ان شاء الله ودعم قادم ان شاء الله. بالعكس احنا نتشرف ونشكركم على انكم انتم يعني اعطيتونا الفرصه ان نساهم معاكم في دعم هذه الرحله المباركه والتوثيق المبارك بحول الله اللي يعني حققتوا فيه يعني السبق في رصد عده مواقع وتحقيق عده مواقع، والاهم منها ان شاء الله انه زي ما سمعنا وعرفنا منكم انه حيكون في ان شاء الله لقاءات مع كل الجهود السابقه حتى نحاول انه احنا نخرج بتوثيق ان شاء الله يكون مجمع عليه ما بين كل الجهود اللي بذلت في السابق، فبالتوفيق ان شاء الله وشكرا لكم. طيب شكرا جماعي. رسم نفسه وعز ما غربت شمسه، أنا مجد رسم نفسه وعز ما